سلامات، معكم مهندس أنس شيحاوي من فريق الموسوعة الهندسية. نعود إليكم بفيديو جديد عن الطابعات ثلاثية الأبعاد. تتميز طابعات كرياليتي ثلاثية الأبعاد الجديدة المصنوعة من الرتنج بطرازي هالوت 1 برو وهالوت 1 بلس بشاشة LCD أكبر ووظائف ذكاء ودقة أعلى، مما ينقل الإبداع والقدرة للمستوى الأعلى. تم تقديم هالوت 1 برو وهالوت 1 بلس من فريق كرياليتي، نظرا لأن الاختلاف الأساسي بين الطرازين هو حجم التصميم وشاشة LCD، وسنركز في اهتمامنا على هذا الفيديو على طابعة هالوت 1 بلس. فتتميز هالوت 1 بلس بشاشة LCD أكبر وإمكانيات طباعة أكبر وحديث اللون مقاس 7.9 بوصة بدقة 4K عالية الدقة. حجم البناء أكبر بنسبة 73% من الطراز المزود بشاشة LCD مقاس 6 بوصات، مما يتيح للعملاء طباعة الطرز الكبيرة والصغيرة بسهولة. وهكذا لم يعد الحصول على نماذج ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم مطبوعة التفاصيل وحية تخيلتها هدفا بعيد المنال. لهالوت 1 بلس هيكل مستقر، وتم تصميم المحور زد لهالوت 1 بلس بحيث يحتوي على قضبان خطية مزدوجة وقضيب لولبي على شكل حرف T، يتيح الثبات وحركة فائقة السلاسة، مما يقلل بشكل فعال من نسيج الطبقة وخطر انحراف الطبقة، ويمكن تسليم المهام المعقدة بشكل مثالي. طابعة هالوت 1 بلس ثلاثية الأبعاد أكبر وأكثر ذكاء. في قلب بلس يوجد انترجل لايت سورس، وهو نوع جديد من تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد التي طورتها شركة كرياليتي. يختلف مبدأ مصدر الضوء المتكامل عن الانبعاث المتوازي المعروف، حيث تعتمد على الانعكاس والانكسار. تضمن هذه العملية طباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة من خلال تحسين الإضاءة المتساوي والتقليل تأثير السلبي لوحدات الليد المكسورة أو المعطلة. إذا كنت بحاجة لطباعة نموذج مفصل للغاية، سواء كان تصميما كبيرا أو صغيرا، فإن بلس موجودة هنا لضمان إنجاز المهمة. لهالوت 1 بلس توافق برامج واسع، فيتوافق نظام تشغيل الطابعة مع نظام تشغيل ويندوز 7 والإصدارات الأحدث. فتتوافق طابعاتنا أيضا مع هالوت بوكس والليتشي سليسر وتشيتو بوكس، مما يسمح لك بإعداد نماذج طباعة ثلاثية الأبعاد بسهولة وفعالية أكثر، سواء كانت معقدة أو بسيطة. لهالوت 1 بلس تحكم ذكي وإدارة فعالي. يمكن لبلس الاتصال بمكتبة النماذج الشهيرة للشركة المصنعة كرياليتي كلاود لاختيار النماذج من خلال الطباعة بنقرة واحدة والمراقبة عن بعد. يتيح التطبيق للمستخدمين الطباعة في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن نقل تحديثات الـ OTA عبر الإنترنت بسهولة مباشرة للطابعة عبر تطبيق كرياليتي كلاود، مع إبقاء المستخدمين على اطلاع بأحدث تحسينات البرامج. تتوافق بلس مع برامج التقطيع المتعددة من ليتشي وتشيتو بوكس، مما يمنح للمستخدمين خيارات متنوعة لإعداد نماذجهم ثلاثية الأبعاد. وأخيرا بلس سهل الاستخدام، يتمتع بطباعة خالية من الإجهاد. تفخر بلس أيضا بتقديم ميزات ذكية وسهولة الاستخدام بشكل عام. توفر الشاشة متعددة اللمس ذات العرض الكامل عالية الدقة بمقاس 7.9 بوصة للمستخدمين معاينة واختيار نموذج واضحين، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة النموذج ثلاثي الأبعاد مقدما. يضمن عرض النموذج ثلاثي الأبعاد على الشاشة قبل طباعته أن يكون المشروع الصحيح في قائمة الانتظار، كما أنه يجلب الإثارة للمستخدم. عملية التسوية السريعة هي أيضا من ميزات بلس، فيمكن إتمام عملية التسوية في 3 خطوات باستخدام بطاقة معايرة فقط، مما يسمح للمستخدمين بالطباعة فور إخراج الطابعة من العلبة.
وتدعم بلس أيضا 14 لغة، مما يوفر خيارا للمستخدمين من جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن كرياليتي تعطي الأولوية للسلامة في طابعاتها ثلاثية الأبعاد المصنوعة من الرتنج، وهذا ليس استثناء بلس. سوف يمتص نظام تنقية الهواء بالكربون المنشط معظم رائحة الرتنج، مما يخلق بيئة طباعة خالية من الروائح.